ألو، مرحبا حبيبتي، شو الأخبار؟ ولا ملبوكين بتسجيل رنا، لأنه عرفنا أنه إذا ما لحقنا حالنا قبل ما يصير عمرها سنة بيصير بدنا محكمة تنسجلها. هلأ كريم راح المستشفى تيجيب شهادة الولادة لأنه ما عطيونا إياها لما خلفت، تيخدها عند المختار مع 2 شهود ويعمل وثيقة الولادة ويرجع يروح على المستشفى تيمضوله على الوثيقة. وبعدين عند مأمور النفوس هون ببيروت مطرح ما خلقت رنا، وآخر شي عند مأمور النفوس بالبقاع مطرح ما نفوسه ركد بركد. معقول ملا لبكي؟ وين بعدكم بلبنان؟ وينك وين؟ هون الأهل بدهم يعملوا كل شي، وما بتتخيلي قدي عم بسمع عن ولاد أهلهم ما سجلوهن وخسروا أبسط حقوقهم. وليت ما يسجلوهن؟ في ناس ما بيعرفوا إنه ضروري يسجلوه، أو ما بيعرفوا إنه فيهم يصرحوا بالولد قبل ما يصير عمره سنة حتى لو مش قادرين يسجلوه دغري تيحفظوا له حقه بالتسجيل بلا محكمة. ده يعطيني شو يعني يصرحوا وليه ما بيقدروا يسجلوا؟ يصرحوا يعني يقدموا وثيقة الولادة للنفوس تياخدوا رقم وارد، وإذا في أسباب بتمنع يسجلوه دغري مثلاً إذا مأخرين بتسجيل زواجهم أو المرأة مكتومة وما قدروا يسجلوا الزواج دغري بحلوها بعدين بكفوا التسجيل. أوكي فهمت، يعني الأهل ضروري يصرحوا على القليلة وياخدوا رقم وارد قبل ما يصير عمر الطفل سنة حتى يقدروا يسجلوه بعدين بلا محكمة. 100% حبيبتي، أنا لازم روح اتطمن على رنا. باي باي.